السلام السلام، معكم أيمن في فيديو جديد اليوم من لعبتنا المفضلة GTA Vice City. حيث يا شباب، في هذا اليوم سوف ننهي جميع مهام البايكرز أو أصحاب الدراجات الطويلة والذي ألقبهم بالسلفيين لأن لديهم نفس مظهر السلفيين. المهم، سوف ننهي جميع مهامهم في هذا الفيديو الرائع والمشوق ومع المنظر الرهيب الخرافي والذي افسده هذه السحب السوداء. هذه سوف نقوم بتغيير الوقت، نعمل حفظ، لماذا؟ المهم سوف ناخذ الدراجة التي حفظناها في المهمة السابقة بإذن الله. ننهي جميع المهام، إنها سهلة جدا 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 والجميع يعتقد إنها صعبة ولا نهائية. هيا بنا يا شباب إلى المحل، يعني البار الخاص بالبايكرز السلفيين. قد تعوجت الكاميرا. وصلنا يا شباب وسوف نبدأ في أول مهمة ولنرى أي واحدة هي أول مهمة. أعتقد أنها مهمة السباق، من ثم مهمة التدمير. أنت ما بي هذا واقف. انظر إلى وجهي شباب، لو وضعت الكاميرا هكذا سوف يأتي في بالكم أن هذا سلفي وفي الأسفل شيء آخر تماما مختلف. المهمة الأولى يا شباب هي مهمة السباق، لذا نأخذ الدراجة. ثم يا شباب ماذا نفعل؟ نركنها بهذا الشكل، يعني من الأمام وليس من الخلف، يعني الدراجة الخلفية تلمس تشيك بوينت. ونبدأ يا شباب، ولا تقتربوا منهم كثيرا، لا تلمسوهم وإلا قلبوكم وخسرتم كل شيء. ثم يا شباب نندفع ولا نقترب منهم أبدا. أعطانا يا شباب لم تمر نصف دقيقة وأنا الأول. نعم بعيدون جدا. وأيضا يا شباب نقوم بعمل الانطلاقة جليتش الاندفاع بالدراجة، يعني ذلك الزر الخاص بالوقوف، يعني هناك زر رفع العجلة وزر الوقوف أنتم تعرفونه. نضغط مرارا وتكرارا على زر الوقوف بدون أن نقف. نضغط مرة، نضغط طق 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 طق. عند الضغط يا شباب سوف تزيد سرعة الدراجة ولأسباب مجهولة. تعلمت هذا الجليتش من الفاي سيتي أونلاين عندما في 2017 2018 عندما قاموا بعمل مسابقات سباقات الدراجات على مدينة الفاي سيتي كلها، من المطار الى الشاطئ في الشاطئ المقابل للمول، محلات المول الكبيرة. المهم يا شباب نهينا المهمة، قلت لكم يا شباب عملنا ذلك الجليتش، عملوا ذلك الجليتش وتعلمته من ذا. لعمل المهمة الثانية يا شباب نحتاج الى شيء رئيسي سوف تعرفه. البعض يتساءل لماذا نحتاج الدبابة؟ سوف تعرفون لماذا في هذه المهمة التي سوف ننهيها في أقل من نصف دقيقة، وأنا أتحدى أي شخص عربي يعرف هذا الجليتش. نضرب يا شباب الدبابة في زاوية ملائمة، وكما ترون يا شباب البار يرتفع
وهذا أصعب بار في التاريخ، صعب جدا أن ترفعه، وأنا قمت في أقل من نصف دقيقة برفعه وربحنا المهمة بكل سهولة. الآن تبقت لنا مهمة واحدة يا شباب، وأتحداكم اكتبوا لي في التعليقات قبل أن نبدأ ما هي هذه المهمة وماذا نفعل فيها، سوف أقول لكم بعد قليل. المهم اكتبوا في التعليقات وسوف أقول لكم. في هذه المهمة يا شباب سوف نقوم، قامت عصابة، أعتقد أنها عصابة القروش، بسرقة دراجة ميتش، ذلك الشخص الذي كنا معه في البار، صاحب هذا البار. أخذ شوف الدراجة لكي نطفئ. قاموا بسرقة دراجته، وهي الدراجة الغالية عنده، يعني دراجته العزيزة. بمجرد فقداني للدراجة أصبح يائسا ومكتئبا. نطلع يا شباب من هنا، وسوف ترون ما الذي سوف يحدث لهم. أريد أن أقول لكم يعني ملاحظة، إذا وقفت، إذا يعني بعد السقوط سقطتم فوق السطح مباشرة، يبدأ ذلك الإنذار المزعج، وبالتالي يكثر عدد هؤلاء. وكما ترون يا شباب لقد سقطت مباشرة، لقد سقطت مباشرة في الأسفل، ولم أسقط في السطح. نذهب يا شباب من هنا، وسوف يأتون بسيارتهم. ضربوني، أعتقد أن ثلاث سيارات، أربعة على أكثر. واحد اثنان، ما هو السيارة الثانية؟ يدم. السيارة الثالثة، لقد طيرته. ثم يا شباب نركب بسرعة خطيرة جدا، سرعة أسرع من سرعة الفلاش. نذهب يا شباب إلى البار في هذه الممرات الضيقة كي لا يزعجنا الجميع، منهم الشرطة وعصابة القروش. نخرج من هنا ثم نذهب من هذا الطريق بسرعة خطيرة جدا، وثم نفعل الجليتش. كما ترون هكذا يتم فعل الجليتش، لهذا قفزت قفزة طويلة جدا ولم ألمس السطح، وهذا كله بفضل الجليتش. ولكن قبل أن ننهي المهمة نسترجع الدرع ثم ننظر من هنا بسرعة. وكما ترون تومي فيرسيتي تجمد في مكانه، ما لا أعلم هذا الغباء. المهم الشباب، ها هو لقد أخذ صديقه الدراجة وفزنا بالمهمة، مهمة جدا 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 سهلة، ولهذا قررت أن أضعها في فيديو واحد وأمتعكم. نركن شباب الدراجة هنا، يعني هذا كان فيديو اليوم. نحفظ ثم نرتفع لكي نختم هنا. المهم شباب مع الجميع، هذا المهم كان هذا فيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة، ضغط على اللايك والجرس. سوف أضع تصويت هل ننهي جميع مهمات لاف فيست في مهمة واحدة في فيديو واحد أم لا؟ اكتبوا لي في التعليقات. كان معكم إيمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.